البديل والسؤال المأزق الذي يواجه كل القوى الوطنية. السؤال البديل كان أبونا فتحي بعد كذا بدأ الحياة. البديل هو السؤال الحار والمأزق الكبير اللي يواجه هو التغيير، لأن البديل بحدد وجهة التغيير واللي بتعبر عن تطلعات الشعب. وجهة التغيير كرؤية فكرية سياسية ووسائل التغيير، وده الشغل بتتوحد حول المعارضة عشان تخلق التغيير. فالتغيير لا يخلق بالنوايا الوطنية الطيبة، يخلق بالعمل الدؤوب اللي يشترك فيه شراكة حقيقية الخبراء الوطنيين في كل المجالات، مجال الصحة، مجال التعليم، مجال الزراعة، الصيدلة، الهندسة، الأشياء دي كلها في شراكة حقيقية مع السياسيين قادة العمل الوطني. لكن للأسف حتى اللحظة بعد 29 سنة نحن نحمل مجرد نوايا وطنية طيبة، ولكنها لا تمثل تطلعات الشارع، وهذا مما أخر التغيير وأخر الشارع. الشارع ما طلع لأنه البدائل إلى الآن ما اتضحت قدامه الرؤية. إذا ما اتضحت الرؤية ما بيطلع المواطن، ما في ما يشجع ويحفز على الخروج ما لم تكن هناك رؤية تتوحد حولها المقاومة وتعبر عن تطلعات الشارع. وهذا هو السؤال الحرج والمهم جدا جدا الذي يجب أن تتوحد حوله القوى الوطنية، سواء كانوا منتمين وغير منتمين. ما هو يعني ما هي مشكلة المنتمين للمؤسسات السياسية؟ في وطنيين خبراء وطنيين ما عندهم علاقة بالمقاومة الوطنية بشكلها الرسمي وشكلها المؤسسي، لكن هم خبراء في كل المجالات يمتلكون الحس الوطني، بيقول أنا حاشاهم كيف في قضية بناء البديل. وهذا ما سيطرح في هذه القراءة الأولية عن قوى إداء السودان إضاءة حول مشروع السياسات البديلة، وهو بداية موفقة. بس نفتكر حتى بدأت القوى الوطنية في داخل السودان في مشروع سياسات بديلة قبل سنة وشوية، وأخونا الصديق عثمان أبو جنة ممثل حزب الأمة القومي لدى منطقة أيوة للسلامة الديمقراطية بأمريكا سيعطينا إضاءة أولية حول مشروع السياسات البديلة. تفضل عثمان. شكرا. بارك الله فيك أخوي الناظر هشام مباني. أخونا هشام طبعا مشهور له بمبادرات الناجحة والعمل الصحفي العظيم، وده من منتوج المنتدى التغاير والسلام الديمقراطية المشهور. بداية المرفع لأخونا هشام مباني، ورجل معروف كاتب كده في سيرينيز أونلاين، وعنده مجموعة مهمة جدا الآن بتدعم كل الغرب السودانيين في الشأن الوطني بيتناقش كالعادة. في البداية مرحبا بكم أخي أخواني وأخواتي، ولا بد من الترحم على ابننا محمد يوسف لطفي، وتعازينا لكل آل أيوة وأصدقائهم وكل الناس اللي تأثروا بال ما قدروا يحملوا الهم الوطني نتيجة الشيء اللي حصل في البارحة. أود أن أشكر أخويا دكتور جمال، أخونا العميد معاش قاسم الخير من ناس أيوة هنا ده، ولا بد أرسو أشكر أخواننا ناس أيوة دخلونا بيوتهم، أخوتنا وصال رئيس الرابطة السودانية، والأستاذ نعمة صديق على الكرم الفياض والأريحية دخلتونا بيوتكم، أخونا الحبيب الصديق عمر الحبيب محمد عمر نور الدايم، والحبيب الصادق النور، والأخت نفيسة، والأخت تيسير عبد القادر سالم، وجميع الناس اللي دخلوا بيوتهم وجعلونا يعني نشعر بإن احنا حقيقة داخل بيوتنا. يعني انطلق فيهم بيت الشعر اللي يقول يا ضيفنا لو زرتنا في بيتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. حقيقة شعرتونا بأننا استضفتونا في بيوتكم، وحقيقة جعلتوا البساطة حبابكم عشرة. نقول في البدء كما قال الشريف الهندي في
ريعه الكابل اللي تغنى بيها. حبابك عشره بتمقرن النيلين، حباب النهد يكبر فيك حراره ودين، حباب اسد العرين عبد الله والتورشين، وانتم يا اهلي الكرام تراب الاشاوس الذين تحدث عنهم الشريف. مشروع السياسات البديله اشكال حقيقي يظل النظام على والمتربصين وكل الناس المشككين في عملنا المعارض، انتم بديلكم شنو؟ الناس دي كان مشوا الجنة تعرفوا ولا الجنة لا ما تعرفوا؟ انتم حقيقة الناس دي جربناهم وقدرنا نتعايش معاهم وكده. الناس دي حقيقة معظم الأحيان الكلام ده كان الناس المختلطة مصالحهم بالنظام البغيض. فنحن حقيقة في هو نداء السودان لا بد أن أشير حقيقة للأخ الأشوس هشام هباني. قبل كم سنة حقيقة في مجموعات كبيرة جدا بدينا نفكر في انه كيف نخلق غرف، سماها الاخ وسام وشام سماها غرف عشان نتعامل فيها في 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 غرف تخصصية عشان نتعامل فيها. شنو مثلا في مسألة الدستور فهمنا شنو؟ مسألة الهوية فهمنا لها شنو؟ حقيقة احنا في الماضي اسقطنا حكومات دكتاتورية عظيمة، لكن غلبنا نحافظ على النظام الديمقراطي، غلبنا نحافظ على المبادئ الاساسيه اللي بنؤمن بها، حريه ومساواه وعداله وكده. فالكلام ده ما معقول تيجي تاني هسي المؤتمر الوطني ده يسقط. ممكن نسقطه زي ما ذكرنا، هو اصلا ماشي للسقوط. حصل الكلام ده في اكتوبر وحصل في ابريل 85، لكن الاشكال ظل متجذر بشكل اساسي. فشلنا في انه نقدر نخلق سياسات مستقره عشان نقول اننا هي المتمدده لقدام. ففي اجتمعت نتيجه لهذا الحمل الوطني الكبير، في اجتمعت هو نداء السودان في دار حزب الامه في اجتماعين اساسيين من 14 ل 17 اكتوبر 2015، وكان في واحد ثاني بعده في 2016 في يوليو 4-5. وطرحت اول حاجه زي زر تودر له، يعني تفتش له في ابره في قش، يعني هنلقاها كيف الشغله هذه. فقالوا خلونا نقعد لمده 4 يوم. الناس دي اجتمعت، وناس حقيقه بيحملوا فكر ثاقب وعندهم حمل وطني عالي ومؤهلين اكاديميا، عملوا عمل اكاديمي، ما عمل سياسي، له عمل اكاديمي ضخم جدا. ده شغل بتاع دوله. انا افتكر الشغل اللي بيعملوه الناس ده اذا تطور وكلنا حطينا يدنا في بعض، وهو لسه مستمر بالمناسبه. الكلام ده ما كله تم في بس في الست ايام دي، الكلام ده بعد ذاك مشى، وهسي از وي سبيك الناس شغاله في ورش، فيها جزء اكتمل وفيها جزء ما اكتمل. ف اهم شيء الكلام انه ليه القصه دي بتتعمل؟ انه الناس دي تلتقي وتعمل الشغل الكبير ده. فزي ما ملاحظين انه الخطوره بتاعت الامر المتعازل طوال على طول، انه احنا اخواننا زي ما قلت قبل شويه اسقطنا دكتاتوريات، لكن ما قدرنا نحافظ على النظام الديمقراطي وكده. بعدين ما قدرنا نتوافق على مشروع وطني كلنا، انه احنا دارين نسوي شنو بالسودان ده، كيف نحكم السودان وكده. وايضا عشان ما نتكرر الكلام ده ثاني لقدام، لابد من انه الناس تقعد وتخد سياسات الناس تتفق عليها وتحاسب الدنيا لقدام. طيب لو ملاحظين انا عامل بوليتس البرزنتيشن دي، عشان انه دي من الاشياء الاساسيه الناس اللي توافقت عليها. اهم شيء فيها انه نتواصل نحن مع بعض، انه ده الشيء بيمثلنا. العهد انه ده حقيقه بيخرجنا من النفق المظلم اللي احنا قاعدين فيه ده، عشان نطور شغلنا للقدام. لا بد من تطوير خطه برضه عشان نتعامل مع الناس. الناس دي ما كلها قاعده في الداخل، الناس دي في قاعدين زينا كده بالالاف. يمكن الان يقدر ان السودانيين في الخارج حكايه 6-7 مليون سوداني قاعدين برا.
لا هو من الخطه للتواصل مع مثلا ميجر ديل، عشان حقيقه فيهم كفاءات كبيره جدا ممكن تساعد في اخراج من الاشكال اللي احنا بنقوله. من الاشياء المهمه جدا انه الوصول لتوافق حول مبادئ واطار العمل في المرحله الانتقاليه، وده الناس مختلفين حتى في فترتهم كان سنتين اربعه كده، ولانه في قضايا كبيره جدا مثل الاقتصاد والقانون والامن والسلام والى ذلك، محتاجين تو ادريس الايشوز دي بصوره جاده. also برضه لا بد من اقتدار النقاش حول المرحله الانتقاليه ودورها في تقديم الخدمات ووضعها جاده كده. برضه من مواصله المبادئ والاهداف الاساسيه اللي اتخذت فيها الناس في الداخل في داخل البرومه زي ما قلت، لا بد من نقاش مستفيد حول المشاركات من المشاركين ومشاركه الطبيعه التشاورية للورشه، لانه دي عمل تشاوري ما عمل يعني حقيقه احنا جايين انه الناس الثانيين يجوا يرسموا عليه وكده، تشاور مع بعض جايين قاعدين احنا في البيت ودايرين نتشاور في امرنا ودايرين نستصحب كل اراء الناس اللي حقيقه حاسبين على مصلحه الوطن. فدي الاشياء اللي تمت في خلال اربع ايام، حنجي بعد شويه ان شاء الله نشوف الحاجات اللي تقدمت شنو. ناقشوا الناس دي اهميه المشاركه الواضحه لتحقيق تبعات المؤتمر في عمل التطوير السياسيه برضه، وامن المشاركين على اهميه الاختراق الذي حققته القوى المعارضه للانتظام تحت تحالف قوى نداء السودان كاوسع مظله تضم القوى السياسيه كالشقيقه المدني والمسلح. ايضا دعا المشاركون والمشاركات الى اطراف في اطراف نداء السودان كل القوى الفاعله في انجاز السياسه البديله، واكد ايضا على ضروره التنسيق مع اوسع دائره ممكنه من الخبراء الوطنيين زي ما حنشوف بعد شويه مين الخبراء اللي بنتكلم عنهم دول، هم اشياء كثير في المشاريع، ولا بد من ارسل تنسيق مع المشاريع الشبيهه، يعني السودان ما هم الوحيدين اللي قدموا مشروع وطني، في حاجه اسمها مشروع البدائل، في حاجه زي مشروع خارطة الطريق ومشروع الاصلاح المؤسسي وكذا، والاستفاده من المشاريع السابقه والحتيجه في المستقبل ودراسه تجربتها والاستفاده من مخرجاتها. طيب في تحديات حقيقه قبل ما نبدا المشروع، في تحديات اساسيه زي ما مشار عليها هنا في الورقه، انه نظام الانقاذ طبعا قام بتدمير ومنهج مؤسسه الدوله ونشر الضروبات الاهليه وكذا. برضو عرف المشاركون مرحله الانتقال بانها الفتره التي يبدا فيها التغيير او التغيير الفعلي لاوضاع الحكم والشموليه. شخص الحضور ايضا توازن القوى الحالي بانه قد خلق نوعا من استدامه الحاله في لا استقرار، ومغذيها بدورها لما يمكن تسميته بحاله الركود الاجتماعي. وايضا اكد المشاركون على ان الحل الوحيد هو اعاده تاسيس المنظومه السياسيه على راس الدوله السودانيه في اطار مشروع وطني او ديمقراطي. قبل ما يبدو الكلام ده، طبعا دي الاشياء اللي استصحبوها الصعوبات والاشكالات اللي حتواجهها. في الهيكل وقطاعات مشروع السياده البديله، هيكله القصه دي حتكون كيف؟ حرص المشاركون الى انه في قطاعات اساسيه لابد انه الناس يعني يخصصوا لها زمن وموضوع بحث واسع، اللي هي قطاع السلام والامن الاول اهم شيء، اما القطاعات هي تكلم فيها مشروع السياسه البديله، الناس بتحاول يضعوا الفريم عشان يبدو وهم ماشيين في الضوء ما ماشيين في الظلام. اهم شيء في المساله دي هو قطاع السلام والامن، والقصه طبعا لابد من وقف الحرب وبناء السلام، هذه طبعا داير لها ورقه عشان زول يتكلم فيها، او اوراق كثيره جدا. الميليشيات وانتشار السلاح، ناس حمايتي وما شابههم، دي مشكله قائمه. قضايا النازحين واللاجئين اتناقشت بصوره جاده. النزاعات القبليه واللي هي اصلا اصلها النظام ده بشكل غريب. الان القبيله بقت هي الاساس في السودان. سبحان الله، يعني في فرق ريشن غريب جدا حصل في احد الانقاذ دي. الناس الان بتتكلم عن القبيله هي شيء اساسي جدا اكثر من الفكر التنظيم السياسي وكذا. الان القبيله هي الاساس، دي اشكال الناس حتخلص منه كيف؟ قضيه الري وقضيه ترسيم الحدود في الجنوب والخلايا والفشله، دي قضايا ما كانت موجوده
حقيقة حتى لو كانت موجودة في السطح الآن باردة بصورة أساسية، كيف نتعامل معها؟ القطاع الثاني القطاع الزراعي برضه من الأشياء اللي ناقشتها ورشة السيادات البديلة اللي هي قطاع الصناعة والطاقة والتعدين والقطاع المالي والنقدي والتجارة والاستثمار والموارد المائية. قطاع الإعلام اللي تكلم عنه قلنا قام قبل شوية اللي هو الإعلام القومي المحروق والمرئي والمسموع، المؤسسات الإعلامية القومية والخاصة ما زي المؤسسات الآن خلوانا أصلا المجتمع الوطني دي بدأت المؤسسات بتاعت تنظيم حقيقة الحزب والسودان بشكل في باسم الدولة. القوانين المصدر العمل الإعلام محور الآن مع الصحافة المعيب ده حتى لو مرروه حتقدر تقول المشروع ده موجود قدامه. كيف الناس تقدم عشان تعيد المسائل اللي بصابها القانوني وقانون البث الإذاعي والتلفزيوني قانون جرائم المعلوماتية وما إلى ذلك. في قطاع في مواصلة القطاعات دي في القطاع السياسي والدبلوماسي التعاون الدولي، والآن أصبح حقيقة الإعلام معادي بشكل كبير. التعاون الدولي كده الآن الحقوق معزولة، كيف الناس تعود يعني ترفع العزلة دي على ال أنا وجهة بتجمع فيها أنت بتعرض حالك. أسمع في القطاع الثقافي والاجتماعي قضية العنصرية والتمييز اللي كان نتكلم عنها أخونا شارك قبل شوية. قضايا النوع الاجتماعي برضو. من أساس الإشارات اللي حيتحدث يتناولها قضايا السياسات البديلة. القطاع الثقافي والاجتماعي قطاع قضايا العنصرية والتمييز قبل شوية قلناه. القطاع الخدمي يشمل قطاع التعليم وقطاع الصحة، دي قطاعات دمرت تماما في عهد حكومة الإنغاز. هذا حد كبير، كيف نقلل من ربع يدينا نقول والله خلاص الجامعات البغالوة دي تستمر ولا نرجع خرطتنا في حقية الجماعة ولا كيف تستمر؟ دي مؤسسات دمرت في الأجيال، يعني في جامعات كده قامت بشكل دي مسائل معقول تستمر في عهد الحكومة الجاية مثلا الحكومة الديمقراطية، معقول كلام ده يستمر؟ الحبل التدمير اللي تم للصحة والتعليم دي كيف نعالجه؟ دي قضية أساسية بتاعت الخدمات، المياه والكهرباء. كيف الاتفاقية بتاعت مصر دي كيف حتمشي يا رب؟ ولا الناس حيكون عندهم فيها راي بتاعت في غير مهني؟ ده كلام بيجيب حروبات ويجيب إشكالات كبيرة. السكن وقضايا البيئة، الحفير الغازي بيسووه هو ده، السيانيد اللي بيحفروه في كل السودان ده يبقى إشكال كبير، هو بيبقى مصدر دخل لناس، كيف تعالج المسألة دي؟ الاتصالات والمواصلات إذا أصلا موجودة هي. نمشي قدام قطاع الحكم، طبيعة الدولة هذه ممكن تجيب مشاكل كبيرة جدا من الأحزاب الثقافية فيها. امبارح كانت تناولوها الناس اللي أخبرنا في فتحي تكلم فيها. الخدمة المدنية اللي هي الآن بقت كل ناس شعروها لصالح العام بقت الآن كلها مطور وطني بيزان. كيف نرجع ناسنا فيها؟ هل حنحاربهم يا ربي بنفس الوسيله اللي حاربونا بها ولا كيف نتعامل مع الناس دي؟ الحكم المحلي وما الى ذلك. طيب رابعا التحديات التي تجاري مشروع السيادات البديله، واي واحده من ديل بتوقفنا دايرين لو جينا جاهزين اي واحده من ديل بتجيب خبر الدوله الجايه. الحروبات، تدمير البنية التحتية، ما في أي شيء، حتمشوا تلقوا دولة واقفة على أطلال. الديون الآن الناس دي كنا 13 من الليلة كمان ما بعرفها 50 يا ربي كم 50 مليار مش 13 أهالي كيف شاكة كبيرة يعني جاية شح المعلومات وعدم موثوقية المعلومات الحكومية الآن كلها معلومات مزيفة. هجرة الكوادر الموحدة كلنا احنا هنا قاعدين هنا الكوادر الموحدة وقاعدين في أوروبا في ناس وصلوا بيوم الحال إنه ماشي جزر القمر عايشين هناك ناس بيقطعوا البحار بيمشوا عشان يموتوا في بين ليبيا وأوروبا. الموارد البشرية الناس العطالة قاعدين دير انتشار العنف واخطار الكراهية أثروا ليه وهذه
الان اي زول بيقول كلام غير هو شنو الرئيس مش سردين وكلام غريب جدا حبيب كان الحديث كان ما سبب له ما بدور ده خطاب ده خطاب راس الدوله احنا كيف نطور الخطاب ده اشكال اداره التنوع سبحان الله اخونا شاكر قبل شويه الكلام ده هيمنة الأجهزة الأمنية على كل مؤسسة ودي مشكلة أساسية هتقدر كل الأشياء حتى الخطر الحرس بتاع رئيسنا اللي بعدين بنجيبه أو الحرس ده هيكون من منيا ربي لكن نمشي إحنا قبل الحرس لكن الناس اللي قاعدين جوا ده كله مغاد سبحان الله عارف الناس هي لوجن مقاومة عملية الإصلاح في ناس منهجين إنه يكسر ويدمر الإصلاح عقليتهم كده لين نتعامل معهم كيف طيب خامسا القضايا التي يجب ادماجها في سياسات المرحله الاساسيه الانتقاليه اللي هي قضيه التنوع التغافل الاثني عامل لها حجر اصلح اثر كل الناس بتتكلم عنها قبل شويه التمييز الايجابي للمناطق المهمشه هنيجي ناس بفهم انه والله يا اخي ذي الشركه ده ما تشتغل لهم طو ناس الجزيره يقولوا لا احنا ناس الجزيره في مسائل لازم يكون في تمييز ايجابي للناس في ناس تضرر السودان كله ضرر لكن الضرر درجات حقيقه في لازم يكون في تمييز ايجابي زي دارفور جبال النوبة والنيل الازرق دي الحقيقه الناس الان كلها عايشه في معسكرات قضايا البيئه زي ما قلت قبل شويه قضايا اولويات الناس اللي التزام بمعرفه واللسان طيب خطه ومنهجيه عمل لجان طيب خلاص عرفنا المشاكل عرفنا التحديات دارين خطة للكلام ده. أنا دايب قاعد وقال دي الخطة لا بد من إنه نعمل لجان متخصصة لمدة 4 يوم من الاتجاه وساعات طويلة جدا صرفوا وقتهم بازين وخلوا زمن أولادهم وناس حقيقة على مستوى عالي جدا أنا بعد شوية حاجة أقرأ لكم بعض الأسماء هتشوفوا العمل ده كبير ده شنو يعني ده عمل حقيقة ما سهل. فبعمل تكونت لجان عشان تواصل العمل ده وفي منهجية معينة لازم المنهج اللي بتتبعه انت عشان تخلي اللجان دي تنجز العمل ده ولا بد من ان يكون في سير للحاجه دي ما ممكن يكون مفتوحه كده بقاله 4 شهور لكن هم ما سووا في 4 سووا في 6 شهور لكن كويس كنا قاعدين نفكر ساكت ما عندنا حاجه فديل عملوا القصه دي خلال 4 شهور اخذوها لكن جوا بعد 6 شهور جابوا العمل بتاعهم فكان افتكر انه عمل كبير جدا فسابعا اللي هو الاتصال الجماهيري واشراك القطاعات المجتمع المختلفه اللي هو نحن وانتم كيف يقنعون النادي انه حاجه ده بالضبط لا بد من ضروره ابتداع طرق للتواصل مع الجماهير ومشاركتهم في الصنع بتاع الحاجات دي وسائل خلاقه للاتصال الجماهيري كالمسرح والفنون لا بد من ضروره وجود قناه فضائيه تكلم عنها اخونا عمر قبل شويه هذا داير الناس تتفق عليه وكلها اذا عمر قمر قام بالعمل ده براه ولا شرف حباني قام بالحاجه دي ده نفر ما بيعمل كثير لكن القصه اللي تبدا سياسه بتاعت المجتمع بتاعت الدوله بتاعت مجموعات كبيره زي مدى السودان ومعاه الاخرين يقول والله لو دفعونا دولار دولار والتزمنا بالدولار افتكر بنقدر لكن عمر قمر براه بيعمل الشغل ده فيا ريت يستفيدوا من الخبرات والمعلومات اللي عندهم زي الناشطين اللي قاعدين في العمل ده اخونا عمر وما شابه الناس كتار زي ديل وعمر يجيب الناس بتاع 300 تعينوا ديل خطه مع الناس بعدين عشان قلنا ده متفقين وكده هو في ناس عملوا شغل كبير لكن حقيقه عمر شغل يعني مفرد داير الناس تخط مع بعض ده الهدف الاساسي للمسائل دي ضروره وحده الوسائل والرؤيه في التصريحات والبيانات وكده عمل المعارضه كان اي زول بيقول كلام براء ما بنتفق حقيقه انا حمشي سريع شويه طيب الخطه والمنهجيه عمل خطه ومنهجيه عمل اللجان او السياسات لجان السياسات البديله طيب هذا مش سادس سادس اصابع جاي طيب بعد ده كله الناس دي مشوا بعد 6 شهور جو راجعين خلاص انتوا ادوكم خرطه الطريق المشاكل شنو التحديات شنو المنهج شنو اللي حتمشي بيه عشان وادريس الاشياء الكثيره دي وما مشت وقعدت في لجان وما واي لجنه بتجتمع براها
بعد 6 شهور رجعوا وعملوا بيان كتابي للمسائل دي وناقشت اوراق. الكلام ده تم في الفتره اللاحقه اللي هي قلنا دي كان بدات في اكتوبر ودي اللي في يوليو. طيب واحد البيان الختام ركز على الاشياء دي الاساسيه اللي هي اول حاجه امن على انه شكر الناس وقام بشغل كبير جدا وافتكر انه كان قيم وخرج بمساق اساسي وقت الهيكل التنظيم كده ونبحت بعض الاشياء والاوراق باتجاه اسقاط النظام والفساد والاستبداد والى ذلك. تم استعراض اوسط توصيات الورش التطوير خارج مشروع السياسات البديله والميثاق السياسي لاخوان السودان وقدم التقارير من كل اللجان. تم عرض النماذج الاوراق اوراق عمل كل في ورده في القصه دي طبعا لانه تعمل الحاجات كلها مستحيل عشان تعمل شغل في اليومين، لكن جابوا نماذج لورش لقطاعات اساسيه جدا قطاع الصحه والتعليم هنا مشهور وطلع منها بتوصيات. بعد نقاش مستفيض وتداول مسؤول لكافة محاور جدول الأعمال وتقييم نقدي لمسار العمل في الفترة السابقة جاءت التوصيات العادية. واحد التأكيد على الأهمية القصوى لمشروع وحدة القوة ذات المصلحة الحقيقية بالتغيير وأمن على الورشة على الوحدة في العملية التي تم إنجازها في مشروع السيادة البديلة في باريس وكذا. تقدير الالتزام السياسي لمكونات نداء السودان انه حواصله في السعيده وما حي ما حيكله. ناقشت الورشه ايضا بشكل مفصل التحديات التي تواجه عمل التغيير والانتقال السياسي واكد على انه بالرغم من الصعوبه التي تتطلبها هذه التحديات الا ان وحده الاراده الوطنيه للسودانيين والتوافق حول مخرجات هذا المشروع كفيله بتسهيل عمليه الانتقال. أكدت الورشة على أن الأولوية القصوى لإصلاح ما دمرته الحرب وإزالة الآثار السالبة للنزاعات المسلحة. دي اللجان الأساسية اللي تكونت. بعد ذلك الناس عندهم منهج، عندهم مشاكل، عندهم تحديات. دي اللجان الأساسية. 8 لجان. وأي لجنة فيها كمية من الخبراء من الناس الشغالة فيها اللي هي لجنة الحكم والإدارة، لجنة الاتصال، لجنة الخدمات، لجنة الأمن والسلام، لجنة الدستور المعضلة الكبرى، لجنة الإعلام، لجنة العلاقات الخارجية، واللجنة الاجتماعية والثقافية. طيب، تمت الإشادة باللجان من حيث الأداء والإنتاج والمشاركات والتأمين على توسيع المشاركة، مواصلة الاتصالات الراتبة بين لجنة السيادات البديلة ومقومات إدارة السودان الأخرى والتنسيق مع الجهات المشاركة. طيب السيادات البديلة مراجعة منهجية عمل اللجان في الفترة السابقة والتأمين على فعاليتها والمرفوضة والتوصية باستعراض الأوراق. طيب في إطار تطوير منهجية العمل تمت التوصية بشكل لجنة التخطيط تقوم بتجميع القضايا المتداخلة. طبعا لا بد انه 8 لجان دي في حياتكم متداخلة مع بعض.
يكون في ايشو داخل في كم حاجه فلازم تحددوها عشان ما تتضارب التخصصات وكده. ايضا اكد الورشه على توقيت مسار عمليه انتاج السيارات البديله ومدار كافه الشركاء جابوها الى السودان في الداخل والخارج والبد في دمج مخرجات المشاريع الشبيهه اللي هي زي عرض الطريق والاصلاح المؤسسي ومشروع البدائل. دي طبعا مشاريع وخطط ودراسات قامت. اوصت الورشه بضروره وضع السياسات البديله في اولويات المكتب التنفيذي اللي هو ندى السودان بالخارج. امبارح كان قاعد لنا كده قاعد بنجمع كده في ندى السودان والجماعه ما عارف قال بلا ما عارف قال شو. لكن المهم احنا دائما بنفتكر انه ده شيء اساسي نحن نطلع به مع الاخرين ولا بد انه يمشي لقدام. السقف الزمني زي ما تكلمنا تفضلنا قبل شويه القصه دي بتاخد ما بعرف الحكومه بتسقط في كم يوم لكن بتسقط. عشان كده احنا ما نسترخى لازم لابد انه نجود العمل وكده. اوصل ورشه بعقد ورشه متابعه لاحقه في اغسطس واللي هو دمش الكلام ده اللي كان كتب كان في 2013 وحقيقه اتعمل ورشه اتعمل ورش كثير جدا بعد ذلك. وزي ما تفضلت انا بالاول قلت انه الكلام ده ما وقف لحد هنا من 2016 لحد 2018 العمل ده مدور شغال لجان شغاله تعمل دراسات في اوراق مكتبه وفي اوراق تم اعتمادها بشكل اساسي والشغل ده ماشي شغل كبير عاوز جهد وعاوز مال وعاوز وقت. ف يعني شغل حقيقه انا جد كنت عايش بعيد لكن لما جيت بتعمق ومشيت بحس شفت الحاجه دي عرفت ان حقيقه القصه دي ما صارت. سابعا اللي هي المشاريع الشبيهه في الخارج. كانت الورشه على توحيد مسار عمل الانتاج السياسه مش بدي ولا شلون طيب شوفوا النازل عليكم الله بس كده نقراهم دير الناس الشاركوا وده غيض من فيض دير ما كل الناس. دكتور امين مكي مدني، دكتور كمال الجزول، دكتور محمد الامين التوم، دكتور بابكر محمد الحسن، الاستاذ محمد احمد الجلابي، الاستاذ الفاضل حمد دياب، دكتور عائشه الكاري، دكتور بلغيس بدري، دكتور صديق الصادق المهدي، سوري مهندس صديق الصادق المهدي، دكتور امجد فريد، الناس دول كلهم بنعرف اسمائهم لانه معنا جزء كبير جدا في المجموعه بتاعتنا دي. السفير جلال عتبالي، السفير حسن جاد كريم، السفير محجوب الباشا، السفير عطا الله بشير، السفير نوري خليل، دكتور احمد حسن، احمد حسين احمد، دكتور عبد الرحيم بلال، دكتور حسينة خرساني، الاستاذ محجوب محمد صالح، السفير طه ايوب، محمد ابراهيم، دكتور محمد ابراهيم عبد الكريم، عطا البطحاني، والاستاذ سارة المخلص ناقد كبير جدا شاركوا. دين يمكن نص الناس انا ما قدرت احيط حقيقه بكل الناس اللي شاركوا في المشروع بتاع نداء السودان وزادوا عليهم ناس كثار جدا في الفتره الماضيه. حقيقه المساله دي في ليها انا لو في حاجه انا داير اتكلم عنها ذكرها اخونا دكتور جبريل امبارح ما تناولتها القصه بتاعت السيارات البديله، لكن انا في رايي قلت في حاجه انا افتكر انها لازم تقول. والحمد لله زي ما توقعت انه الناس بيفكروا فيه، ولكن اخونا دكتور جبريل امبارح طرقها بشكل اساسي. قصه حكومه الظل. لكن كمان زي ما عارفين في ناس عايشين في ظل الحكومه طبعا. احنا نتكلم عن ديب. لان حكومه الظل في الخارج او في الداخل هي حقيقه انا افتكر انها مفترض تكون من مشروع السياسات البديله ما موجوده لكن لابد انها تكون لانه زي ما شايفين في بريطانيا حكومه الظل معترف بها وبيصرفوا لهم مرتبات وكذا لانه ده شاني افتكر انه لابد من انه يكون يضاف للمحاور الاساسيه تمت لكن ما من قوه لدى السودان بس من كل السودانيين الحاربين على المشكله دي. طيب عندنا الورقه دي في اليها لينكس كده في اونلاين
عملنا فيها جهد حقيقه، افتكر انه ساعدنا فيها اخونا محمد الامين عبد النبي بالداخل اللي هو ضمن السكرتاريه بتاعت السودان وكده، والاوراق بتاعت قدمت جزء منها موجود على لو بحثتوها بتلقوها اونلاين. وبرضو انا مشيت في القصه بتاعت حكومه الزلزال، في كلام كثير مكتوب في الشادو جفرمنت اونلاين، اي زول لو عاوز الورقه دي ممكن ارسلها له. على اساس انه حاجه نعتبر انه ده عمل كبير، الناس لابد يكون محيطين به، ولا بد انه كلنا نحط يدينا في بعض عشان نصل لحاجه تفيدنا وتفيد الوطن. نقدم هذا الجهد العظيم برعايه هاشم صديق للطنبيه العملاق محمد الامين. نقول لما الليل الظالم طول وفجر النور من عيوننا تحول، حلفنا نعيد الماضي الأول، ماضي جدودنا الحزم الباغي وحدق إلى عظمة الله. السلام عليكم. شكرا للأخ أسمار وجلنا على هذه الإضافة في مساهمة دول إدارة السودان وأطروحتهم حول البديل، وهذه تمثل رؤى لشريحة محددة، ولكن لن تتكامل الرؤى إلا بتوافق كل الرؤى من كافة الشرائح الوطنية حتى يأتي البديل معبرا على الجميع. شكرا يا عثمان وعلى هذا الجهد الثمين، ودي مساهمة جيدة. ونفتح النقاش.